بعد اجتماعات الأيام الست بداية منتصف هذا الشهر والتي اختتمت يوم أمس الجمعة بالعاصمة المصرية القاهرة تحت رعاية بعثة الأمم المتحدة ما بين لجنتي مجلسي النواب والأعلى للدولة بشأن المسار الدستوري، كما ذكرت ستيفاني ويليامز المستشارة الأممية تم التوافق على ما يقرب عن 140 مادة من ضمن النقاط التي كانت مثارا للخلاف في وقت سابق، لأن ربما القضايا الأكثر تعقيدا وخلافا رحلت للجولة التي ستعقد في 11 من الشهر المقبل بالقاهرة. سيتم استكمال بعض الأمور المتعلقة بشكل الدولة ونظام الحكم. هاتين النقطتين كانتا دائما شروق هي مصدر الخلاف ما بين مجلسي النواب والأعلى للدولة، ما بين من يطالب من المجلس الأعلى للدولة بأن تكون الدولة مركزية من العاصمة بغرب البلاد طرابلس على وجه الخصوص، وما بين وفد مجلس النواب الذي يطالب بنظام الولايات الثلاث أو الأقاليم الثلاث تحت ما يعرف بنظام الأقاليم الثلاث، وأن يكون نوع من السلطة الذاتية لكل إقليم. ربما هذه النقاط الخلافية رحلت للجولة المقبلة، لكن أول رد فعل ما بعد اختتام الجولة الثانية بالقاهرة جاء عن طريق تغريدة من رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب فتحي بشاغة، ثمن هذا التقارب بين المجلسين وكذلك على أن السلطة ستلتزم كما ذكر في وقت سابق فتحي بشاغة بكل ما سيتم الاتفاق عليه، في انتظار ربما شروق خلال الأيام القادمة أن يتسنى المزيد من المعلومات التي تدور الآن بمسألة النقاط الخلافية التي رحلت. هل سيتم حلوها تحت قبتي مجلس النواب وكذلك جلسة للمجلس الأعلى للدولة عن طريق اللجان المصغرة التي شكلت من المجلسين؟